عضلة تطويل الأظافر مرة فظيعة، تحتاجون موية دافية وملح وزيت زيتون، تحطوا تقريبا ملعقة كبيرة ملح وتحركونها كويس، وبعد كذا تحطوا تقريبا مقدار ملعقة طعام كبيرة زيت زيتون، وبرضو نحركها كويس. بعد كذا بنات تحطون أظافركم بالصحن كذا لمدة 10 دقائق، بعدين تطلعونها وتفركونها على أظافركم. بعد كذا تغسلوا يدكم موية دافية وتستخدموا أويل إيه، لو ما عندكم الأويل عادي مرة إنه تستخدموا الفازلين لأنه مرة حلو للأظافر، ضروري تحطونه كل يوم قبل ما تنامون. أنا عن نفسي ما أستغني عن الأويل، طبعا لازم تشيلوا المناكير عشان تستفيد أظافركم، لكن أنا عشان التصوير وكذا وتوني حاطة مناكير ما شلتها، وبس والله مرة حتفيدكم. اليوم مع بعض راح أعلمكم خلطة تطويل الأظافر. بديكم تاخذوا برتقالة واحدة وتعصروها، ليمونة واحدة، الليمونة بديكم تقسموها نصين، نص تحطوه مثل ما انتم شايفين هيك شرايح، والنص تعصروه مع عصير البرتقال. من قبل بيوم بتكونوا مجهزين هذه الخلطة اللي هي شوية زيت زيتون وحاطين فيها ثوم مقطع شرايح. هلا صبايا راح أخذ الزيت اللي أنا محضريته راح أحطه على العصير، وبعدين راح احط اظافري بهيدا الخليط لمدة 10 دقائق. هلا انا هيك صار لي 10 دقائق. هيدا الخليط ما ترموه، حطوه بالتلاجة بعلبة مسكرة 3 ايام متواصلة فيني استخدمه، من بعدها بحضر واحد جديد. هلا بعد ما غسلت ايدي من الخلطة راح اخذ زيت جوز الهند العضوي، بعدين بيجي بعمل مساج هون. بعد ما انا خلصت لاحظوا كيف الفرق، لاحظوا كيف ان انا كان عندي مثلا كتير جفاف حوالين المنطقة المحيطة بالاظافر، هلا كتير اظافري شكلها طبيعي، وهيدا من الاستخدام الاول. اهلا بنات، انا فلاني ترى اعمل لكم وصفة مرة حلوة تطويل الاظافر وكمان تقويتها وازالة اللون الاصفر من الاظافر. شخصيا انا مرة كنت اعاني من اصفرار في الاظافر، فحطيت توم فركته، بعدين حطيت ليمون مع بيكنج صودا وفركت الاظافر. بيكنج صودا تلاقوه في السوبر ماركت، ترى ما فيها اي ريحه لان البيكنج صودا تشيل الريحه. واخر حاجه حطيت زيت اي، لو ما عندك ممكن تحطي زيت زيتون. اعمل لايك، اعمل كومنت وبس. Lessen the appearance of it by using proper care. So the ingredients are simple. All you're going to need is some warm water, olive oil, milk, eggs, body lotion, and cotton swabs. Using a cotton swab, apply olive oil to the bottom of your nails. This moisturizes your nails and protects the cuticles. And if you want stronger, faster growing nails, then try mixing the olive oil with high protein foods such as egg yolks and milk. And to finish, try applying a body lotion or moisturizer to your nails to make sure that they are hydrated and protected. اليوم راح اعمل معاكم طريقة تفتيح الاظافر. نحتاج ليمون ومعجون اسنان واي فرشاة، اهم شي تكون نظيفة يعني مو حقة الاسنان.
أول حاجة ناخذ الليمونة ونفرك فيها الأظافر من داخل، يعني حاولوا مرة أن تفركونها من داخل عشان يروح الأصفرار. بعد كذا بنات نجيب الفرشة نحط عليها المعجون ونفرك فيه الأظافر مرة كويس، وأكيد عشان تستفيدون من الطريقة لازم تشيلوا المناكير عشان تتنظف من برا ومن جوا. بعد كذا بنات نحط الأويل أو الفازلين أو أي مقوي أظافر تستخدمونه، مرة فظيعة هالطريقة، لازم تجربونها ولازم تحافظون على نظافة أظافركم، لأنه لو أهملتوها ممكن تصير أمراض.